فاش تنتكلموا على الانسان شنو تنقصدوا بالضبط؟ تنكونوا تنوصفوا نفوسنا كيف ما حنايا بواحد الطريقه طبيعيه ومستقله، ولا بواحد الطريقه اللي ماشي مستقره اللي تتغير على حسب التاريخ التجارب والزمان؟ كيفاش يقدر الانسان يستوعب ويتامل الوضع الخاص به الا ما قارنوش مع الوضع ديال الغير وديال كائنات مختلفه عليه؟ الاجوبه ديال هاد الاسئله مرتبطه بسؤال واحد اخر اللي هو شكون حنايا؟ واش كاين واحد الجوهر خاص بالبشر واللي تعطيه القيمه على باقي الكائنات، او هذا غير وهم؟ وعلاش تنقلبوا على الجوهر الخاص بينا؟ واش بهذه الطريقه ما غاديش نقوموا بالسجن ديال نفوسنا في واحد تعريف معين؟ واش هذا الشيء ما غاديش يقوم بالتدمير ديال الحريه ديالنا؟ اللي واضح هو ان الوضع ديال الانسان ترتبط بالتجربه ديال الوجود ديالو اللي تتخليه يواجه مجموعه من الابعاد، واللي الفلاسفه والمفكرين من شحال هادي وهما تدققوا وتحلوا فيها: الحياه والموت، الحريه والمصير، الشخص والغير، النقص والكمال. الانسان هو عباره على كائن حي تتولد تكبر وتموت بحال كل الكائنات الحيه، عنده حياه وحده فقط ومحكومه عليها بالفناء، محدود في النطاق ديال الزمان والمكان. هادشي تيخلق عنده واحد الاحساس بالنقص وتيجعل من المستحيل الارضاء ديالو، بالاضافه لتيجعل عنده رغبه دائمه في المزيد والجديد، وبالخصوص تتكون عنده واحد الهوس بالابديه والكمال. الانسان هو كائن حر مسؤول على الافعال والقرارات ديالو، وفي نفس الوقت الكثير من العناصر ديال الحياه ما تتكونش تتعتمد او تتمحور على الوجود ديال الانسان، الشيء اللي تيحد من حريته وترغم عليه يخضع بواحد حتمية للمصير ديالو. الإنسان هو كائن مادي ثقافي حيوي ذكي مسؤول، عنده وعي بالوجود ديالو في هذه الطبيعة وبالمحيط اللي داير به، عنده وعي بالكثير من القيود المادية والثقافية اللي تتفرض عليه، تستفد من الأخطاء ديالو وتقلب باستمرار على المعرفة، هو الوحيد اللي تعطي وتبحث على واحد المعنى لحياته. فاش تنفكروا في مختلف الجوانب ديال الوضع ديال الانسان، الوضع البشري وفي الابعاد الثلاثيه ديال الوجود البشري، واللي هي البعد الوجود ديال الشخص وعلاقته مع الذات ديالو، البعد ديال الوجود التفاعلي اللي تتمثل في العلاقه مع الغير والمحيط، والبعد التاريخي اللي فيه ترتبط الماضي والحاضر مع المستقبل، تيمكن ديك الساعه ناخذوا فكره على حجم التحديات اللي الانسان خاص يواجه باش بكل بساطه يستوعب الذات ديالو ويبني السعاده ديالو والهويه ديالو من خلال كل التناقضات اللي سيعيش. شنو هي الهويه؟ من اشهر المقولات عن سقراط هي عرف ذاتك بنفسك. بالنسبه لسقراط الفيلسوف خاصو قبل اي حاجه يكون مهتم بالذات ديالو، ما يكونش تيوجه الانتباه على الاشياء الخارجيه اللي تيقوم بالادراك ديالها بواحد الطريقه اللي هي سطحيه، بل بالعكس خاصو يبحث على الطبيعه الخاصه ديالو. ولكن شنو هي الذات؟ شنو تنعني فاش تنقول انا؟ شنو هي الطبيعه ديال هاد الشيء اللي عليه تتمارس واحد التفكير اللي تيكون واعي بالذات ديالو؟ هاد السؤال هذا تيكمن في التاريخ ديال كل فيلسوف تامل الوجود وقام بالبحث على الحقيقه. شنو هو الانا؟ ما يقدرش يكون فقط ديك الانا المحدد، المركز ديال الشغف والعواطف والميولات الفرديه ديالي، لان هاد الانا غادي يكون واحد الانا اللي هو عابر، والمعرفه ديالي به غتكون مؤقته شخصيه وغير موضوعيه. شنو هو الانا بغض النظر على كل ديك الاهتمامات الخاصه والميولات الفرديه ديالي؟ شنو تيبقى من هاد الانا الى حيدت منه جميع الصفات الظاهريه اللي عندي؟ في البدايه الى انطلقنا من التفكير ديال جون لوك، تيقول ان الشخص أو الأنا تيكون عنده القدرة باش يتعرف على نفسه مهما كان الزمان أو المكان. على سبيل المثال إلا ورينا لشي إنسان بالغ في العمر الصورة ديالو فاش كانت في عمره 6 سنوات، فبالتأكيد غيتعرف على راسه بالرغم من مرور الزمان أو تغير المكان. تيقول كذلك أن المسألة ديال أن الإنسان تبقى محافظ على نفس الجسم لمدة طويلة ماشي هي اللي تتساهم في التكوين ديال الهوية، وإنما الوعي. الوعي هو اللي مسؤول على التكوين ديال الهوية الشخصية ديال الإنسان. جون لوك تيميز بين المفهوم ديال الفرد والمفهوم ديال الشخص، وتيقول أن الفرد تتكون من الاستمرارية ديال الجسم، بينما الشخص تتكون من الاستمرارية ديال الوعي. لهذا نقدروا نلقاو مثلا جوج أشخاص تتقاسموا نفس الفرد، أو العكس نفس الشخص يقد يسكن مجموعة من الأفراد. بحال المثال ديال الصور، الإنسان ما تبقاش محافظ على نفس الجسم اللي كان عنده فاش كانت في عمره 6 سنوات، الذاكرة ديالو تتكون تتجسد الوعي ديالو بالأفعال اللي قام بها طول حياته، لهذا تيقوم بالتذكر ديال الأفعال اللي دار فاش كانت في عمره 6 سنوات وتعتبر راسو نفس الشخص اللي كان في الصورة وخا الجسم ديالو تغير.
الذاكره هي الاساس ديال الهويه ديال الشخص عند لوك. تيقول ان الا تم الاتهام ديال شي انسان بشي افعال اللي ما عندوش في الذكريات ديالو بحال فقدان الذاكره مثلا، فما غاديش يكون داك الانسان نفس الشخص اللي قام بديك الافعال او اللي كانت عنده ديك الافكار، غادي يكون اذا بريء من ديك الاتهام كشخص ومذنب كفرد. وبالنسبة للفيلسوف ديكارت، الشخص عنده منطق، هاد المنطق تسمح له باش يميز بين الخطأ والصواب. هاد الشي اللي تجعل الفلسفة ديال ديكارت تكون تتعتبر فلسفة عقلانية، فلسفة اللي تتأكد أن من أجل معرفة الحقيقة خاص الإنسان ما يكونش يقتصر فقط على الخبرة والحواس دياله، خاصو يتجاوز هاد الأشياء بالمساعدة ديال المنطق، لأن المنطق هو الوحيد اللي تسمح بالاكتشاف ديال الحقيقة. ديكارت معروف بالجملة الشهيرة ديال أنا أفكر إذن أنا موجود، لتتبين الأهمية ديال التفكير واللي من خلاله تتم تحديد الوجود ديال الشخص. ديكارت يقول أن الوجود ديال الأنا مرتبط أساسيا بالوعي ديال هاد الأنا بالذات ديالها. هاد شي تعني أن الذات ما تقدرش تكون إلا من ديك الأنا اللي تتكون على يقين بالوجود ديالها. من هنا ديكارت يستنتج أن الأنا هي بالتحديد واحد الشيء اللي تفكر، شيء حقيقي أو وحدة مطلقة قادرة على الوجود بواحد الشكل مستقل على الجسم وعلى كل ما هو مادي. بالنسبة لديكارت الإنسان تتشكل من جوج الأشياء، الروح والجسم. الروح هي اللي تتعطي الحياة للجسم، والجسم هو واحد الشيء مادي غير قادر على التفكير ومحكوم عليه أنه يختفي. كيفاش ديكارت تبرهن على الوجود ديال الروح؟ واحد الشيء غير مادي غير ملموس ومن المستحيل إدراك دياله. ديكارت يوضح في مقال عن المنهج أن الوجود ديال الأشياء اللي دايره بينا مشكوك فيه، لأنهم واحد الناحية تكون عندنا إدراك للتغير والتطور ديالها، الشيء اللي تجعل من المستحيل تكون عندنا معرفة حقيقية وواقعية بها، ومن ناحية أخرى الإنسان تمتلك وسائل معرفية ضعيفة بحال الحواس على سبيل المثال. ديكارت يقول أن الحواس تتخدعنا، إلا أنه بالنسبة لديكارت الشيء الوحيد اللي ما يمكنش نشكو فيه هو الوجود ديال الشخص اللي تفكر، الشخص اللي بالتالي عنده روح واللي من خلال التفكير تقوم بالتغطية ديال جميع العمليات الفكرية اللي تتعبر عليها ديك الروح بحال الخيال، الإرادة، الغضب، الشك إلى آخره. التفكير هو السمة الرئيسية ديال الروح. الفيلسوف نيتش ما تتفقش مع هذا التفكير، وتأكد أن الوعي هو عبارة على واحد تطور أخير ومتأخر ديال النظام العضوي. بالنسبة له الفلاسفة قاموا بالخلق ديال واحد ثنائية في القلب ديال الأعماق ديال البشر، والمفهوم ديال المنطق قام بواحد الفصل بين الروح والجسم، المظهر والجوهر ديال الأشياء. الفلاسفة عطوا واحد تعريف للشخص واختزلوه وسجنوه وسط من السجن ديال المنطق، وعطوه الدور ديال الكائن المتميز والعقلاني. بالنسبة لنيتش الإنسان تيقوم بالبحث على التفرد وسط من التعددية، وعلى المنطق وسط من العبثية. نيتش تيقول أن الشخص هو غير نتيجة ديال واحد التطور، وإلا قام بالخضوع والاستسلام للقانون ديال التغير والتطور فغادي يكون من الممكن أن داك استعادة التعددية ديال الغرائز والتعددية ديال الأنا، وكنتيجة غيقدي نعم بواحد التنوع في الأدوار. فاش الإنسان تتجبر أنه يتبنى فقط دور واحد واللي هو الدور العقلانية، تتحرم من جميع الأدوار الأخرى والغرائز اللي تكونوا الذات دياله اللي الطبيعة ديالها تتسم رئيسيا بالتعددية. بالنسبة لنيتش تتجعل منه واحد الكائن سلبي اللي تقوم بالنكران ديال الحياة. نيتش تأكد أن القواعد ديال اللغة هي بوحدها اللي خلقت هذا الوهم ديال الأنا، الوهم ديال الذات الفريدة والمتميزة. فاش فصلت ديك الأنا على التفكير من خلال الجملة ديال أنا أفكر، القواعد اللغوية هي اللي تتوهمنا بديك التفرد ديال الأنا، وبهذه الطريقة الوعي تيكون تعتقد أنه هو المضمون وتبقى مقتنع أنه هو المصدر والأصل الوحيد ديال الأفكار. إلا أنه على حسب نيتش الوعي تيقوم بالتسجيل والتنفيذ فقط، الوعي عنده الوهم ديال أنه هو اللي تحكم هو اللي تقرر، ولكنه في الحقيقة هو غير أداة اللي ستنفذ الخيارات والقرارات المكتسبة في الأعماق الإنسان. الفيلسوف إيمانويل كانت تهو ما تتفقش مع ديكارت، وتوضح أن الشرعية ديال تفكير ديكارتي مشكوك فيها، لأنها تتنطلق من الوعي بالذات للمعرفة ديال الذات، ثم موحد النظام ديال المعرفة للنظام ديال الوجود. بالنسبة لكانت ديك اليقين اللي هضر عليه ديكارت اللي تيكون عند الأنا بالوجود دياله، إلا كانت تكون بالواسطة ديال تفكير فقط فالوجود إذن غيكون عبارة على فكرة فقط. كانت تقول أن التفكير ديال ديكارت على أن الأنا أو الذات هي ديك الوحدة المطلقة ديال التفكير اللي واعية بنفسها تتعالج الكبرياء فقط،
تيقول ان بهذه الطريقه تعريف اللي تيكون الان تيعطي للذات ديالو تيكون منفصل ومستقل على المحيط الاجمالي اللي تنتمي ليه ديك الانا، على ديك الوحده الجوهريه المتواجده قبل وبعد الانا بالفضل ديال نفسها ومن اجل نفسها. بالنسبه لكانت الانا هو مجرد مظهر سطحي او جزء من واحد الاجماليه اللي تتجاوز الانا. الانا هو واحد الجزء نسبي اللي عنده ديما ميول يفكر في نفسه على اساس انه كل شيء ويوضع الذات ديالو في المركز ديال الوجود. كانت تيشوف ان الشخص تيستمد القيمه ديالو من الحقيقه ديال كونه غايه وهدف وماشي وسيله لغايات واهداف اخرى، بمعنى ان الانسان ما تيكون الشخص الا اذا كان هو الهدف وماشي وسيله فقط، لانه الذات ديال واحد العقل اخلاقي عملي اللي منه تيستمد القيمه الاخلاقيه المطلقه اللي تتجاوز كل ما هو مادي. من هنا فاش تنكونوا تنوصفوا الانسان على انه ديك الانا اللي تفكر، تنكونوا تنعطوها على حسب كانت واحد القيمه اللي هي نفعيه وخارجيه، ما تنكونوش تنعطوه قيمه حقيقيه الا الى تم النظر اليه كشخص اخلاقي اللي عنده حقوق وواجبات. الشخص بالنسبه لكانت هو واحد الكائن اخلاقي، بمعنى كائن تتساءل على القيم اللي خاصها تكون تتملي عليه الافعال والافكار ديالو. اما بالنسبه للفيلسوف شوبنهاور، الهويه ديال الشخص هي فقط واحد تمثل ديال الاراده. شنو هي الاراده؟ شوبنهاور تيشوف ان هذا العالم اللي عايشين فيه وتنتعاملوا معاه بالعقل والحواس والادراك ديالنا اللي فيه تتحكم علينا نعيشوا في النطاق ديال الزمان والمكان، العالم اللي فيه تنعطيو واحد المعنى للاشياء، هو ماشي العالم الحقيقي وانما غير قوقعه او واجهه او تمثل او جانب خارجي ديال العالم الحقيقي اللي هو العالم ديال الاراده اللي تتشكلوا واحد القوه خارجيه على النطاق ديال الزمان والمكان، عدميه الشكل، ابديه، ما عندهاش نهايه، ما عندهاش منطق وما عندهاش معنى. الإرادة هي العمق ديال الحقيقة اللي ما سنقدروش نلمسوها، ما يمكنش نستوعبوها عن طريق الدماغ والإدراك الإنساني ديالنا. الإرادة هي المنبع والمصدر ديال عالم التمثل المادي اللي تنعيش فيه، واللي بالنسبة لشوبنهاور هو عبارة على عالم ديال الأوهام، لأنه عالم تيخلينا نظنوا أن الإنسان عنده واحد القيمة اللي ما كيناش في الحقيقة. تيقول أن الإنسان عنده الوعي، هاد الوعي تيجعلنا نظنوا أن الإنسان متفوق على باقي الكائنات، إلا أنه بالنسبة لشوبنهاور شحال قدينا نخدموا القدرات الفكرية والعلمية ديالنا وقدرنا نفهموا كيفاش تخدم العالم والميكانيكية ديالته، عمرنا غنقدروا نفهموا علاش تخدم العالم ديال الإرادة. كل ما تنقدروا نلاحظوا هو أن العالم ديال التمثل اللي تنعيشوا فيه هو غير وسيلة ديال الإرادة باش تحرك تبان وتلمس الوعي ديالنا، باش تضمن كنتيجة الاستمرارية ديالها من خلال الاستمرارية ديال كل الكائنات وكل الأشياء. الشخص بالنسبة لشوبنهاور هو غير مظهر من المظاهر ديال الإرادة، إنتاج ديالها. إلا كان الشخص قادر يفهم ويعرف الذات ديالو ويدرك الوجود ديالو، فغادي يقدر بالتالي يعرف غير واحد الجانب من الجوانب ديال الإرادة، الجانب اللي عن طريقه تتجلى وتتبان هاد الإرادة. أما بالنسبة للنظرة ديال الفيلسوف باسكال، فتيقول في الكتاب ديالو ديال الخواطر، شنو هي الأنا؟ إلا شي واحد وقف في السرج تينظر للعابرين وأنا كنت مبين ديك العابرين، واش غادي يكون وقف باش ينظر لي أنا؟ الجواب هو لا. وإلا شي شخص حبني من أجل الجمال ديالي، واش غادي يكون تيحبني حقيقة؟ الجواب هو لا، لأن داء الجدري مثلا تيقضي على الجمال، إذا غادي يقضي على ديك الحب. إلا كان شي حد تحبني من أجل قوة الذاكرة أو الذكاء اللي عندي، فواش غادي يكون تحبني فعلا؟ الجواب هو لا، لأنه سهل باش نفقد ديك الصفات وبالتالي نفقد ديك الحب. فين كاين إذن ديك الأنا إلا ما كانش في الجسم ولا في النفس؟ كيفاش غادي نحبو واحد الجسم أو واحد النفس إلا ما كانش بسبب واحد الصفات أو سمات معينة اللي ما تتعبرش نهائيا على ديك الأنا، بما أنها قابلة للزوال وماشي مستقرة؟ إحنا يا إذن ما تنكونوش تنحبو شي حد، تنحبو فقط واحد الصفات أو سمات معينة. لهذا باسكال تنظر الأنا على أنها مكروهة وتتبعدنا كل بعد على الأبواب ديال الحقيقة. تيقول أن الشخص خاصو يوجه التفكير ديالو ماشي لديك الأنا اللي تبعدنا على المحبة ديال الخالق، بل خاصو يقوم بالنكران ديالو من أجل المساهمة في التمجيد ديال الخلق بأكمله. هنا تتطرح واحد السؤال، كيفاش غادي نقد نكره واحد الأنا اللي خاصو يقوم بالتمجيد ديال الخلق واللي في نفس الوقت تنتمي لديك الخلق؟ كيفاش غادي نقوم بالكره وسط من المحبة؟ باسكال تيقول أن الأنا اللي خاصنا نكرهوها ماشي هي ديك الأنا المنفتحة على الحقيقة والمحيط اللي داير بينا،
وإنما ديك الآن اللي تتفكر في الذات ديالها على أساس أنها المركز ديال العالم، وهي في الحقيقة مجرد جزء لا يذكر منه. باسكال عطى مثال في الكتاب ديالو ديال الخواطر اللي فيه توضح أن القدم إلا اعتبر نفسه ما تنتميش للجسم، فديك الاعتقاد غادي يأثر سلبيا على الطريقة ديال المشية وعلى الصحة الجيدة ديال الجسم. هاد الأنا اللي تيكون جاهل بنفسه، هاد الأنا اللي تيكون راضي على نفسه وتعتقد أنه مستقل ومتفوق بالهوية ديالو، بالنسبة لباسكال هو الأنا اللي خاصنا نكرهه من أجل المحبة ديال الخالق والخلق كله. المحلل النفسي فرويد حتى هو تقدم واحد تحليل الأنا وتوضح أن الأنا هو الطرف الواعي ديال الجهاز النفسي، وهو فقط عبارة على مظهر سطحي لجميع الصراعات اللي تتكون في الوعي ديال الإنسان. الأنا إذن عند فرويد هو مجرد وهم. الوعي اللي تيكون عند الشخص بالذات دياله هو تمثل ظاهري أو مظهر متنكر ديال الشخصية. فرويد تيدير إشارة لهادشي في الكتاب ديالو ديال تفسير الأحلام، فاش تقارن الوعي بواحد دائرة صغيرة داخلة في واحد دائرة كبر منها واللي تتشمل كل التحديات اللاواعية اللي تتكون عند الأنا اللي تيكون واعي. الأنا هو مجرد حقيقة نسبية وسطحية، المظهر ديال مجموعة من الأسباب العميقة اللي تتجاهل الأنا اللي تيكون واعي واللي تنتج عليها واحد تأثير خارجي على الهوية ديال الإنسان، بالخصوص في المرحلة ديال الطفولة. فرويد تحدد ثلاثة ديال الأنظمة اللي تتخدم في التكوين ديال الشخص واللي تتحكم له في السلوك والتصرفات دياله الواعية واللاواعية. الأول هو الهو، الجزء الغامض والصعب الاختراق، بحل واحد المكان فوضوي أو وعاء مليء بالعواطف. الهو ما تيعترفش بالممنوع، ما عندوش إرادة محددة وما تابعش لشي نظام معين. كل ما تيدير هو أنه تيقوم بالتلبية ديال الاحتياجات وتيكون تيستمد الطاقة دياله من النبضات الغريزية من أجل التحقيق ديال المتعة الفورية. الهو تيجسد أكثر جزء لاواعي عند الإنسان، هو الخزان ديال كل الغرائز البشرية والصحن ديال كل الرغبات الخفية والمكبوتة في الأعماق ديال الإنسان. كاين كذلك الأنا الأعلى اللي تتكون خلال الطفولة والمراهقة وتجسد الاستيعاب الداخلي اللي تيكون عند الإنسان لكل ديك الممنوعات والمتطلبات الثقافية والاجتماعية اللي تفرضوا علينا الآباء ديالنا. الإنسان تيكون تيعاني في الطفولة دياله لواحد التبعية طويلة للأنا الأعلى، هي ديك الصوت اللي تيكون عندنا ديما الداخل اللي تيقول لنا ما خصكش تدير، واحد النوع من القانون أخلاقي اللي تسير النظرة والتصرفات ديالنا بدون ما نتداركوا الأمر. النظام الثالث هو الأنا، الجزء اللي تيكون واعي في الشخصية ديال الإنسان. الأنا تضمن الاستقرار ديال الشخص عن طريق المنع ديالو من تحرير الرغبات الغريزية اللي تتكون مكبوتة لداخل في الحياة اليومية اللي تعيش. عند فرويد الأنا تتوافق مع الجزء الدفاعي ديال الشخصية، تلعب الدور ديال الوسيط باش يستجب للمصالح الخاصة دياله، وفي نفس الوقت تتعرض باستمرار للضغوطات ديال الأنا الأعلى وديال العالم الخارجي. التحليل اللي عطى فرويد للأنا يقدر يغير التعريف اللي عندنا على الحرية ديال الإنسان. في الحقيقة فرويد يعطي التعريف اللاواعي على أنه المادة النفسية اللي تتحدد السلوك ديالنا بدون ما نتداركه، وواحد الجزء صغير فقط منها اللي تيكون واعي. هذا المفهوم تيخلينا نديرو إعادة نظر في المفهوم اللي عندنا على الحرية. على حسب النظرة ديال فرويد، الجزء الوحيد اللي تيكون حر عند الإنسان هو اللاواعي، لأنه تيكون منفصل على الوعي والمنطق ديال الإنسان، ولأن هذا الأخير تيقوم باستمرار بالكبت والقمع بطريقة غير واعية لبزاف ديال الرغبات والنبضات العميقة لداخل دياله. لهذا فالشخص ما غاديش يكون حر إلا في عدم وجود الوعي دياله. النظرة ديال الفيلسوف سبينوزا للحر قريبة لفرويد حتى هي نوعا ما. سبينوزا يقول أن الحرية هي مجرد وهم، الإنسان تعتقد أنه حر لأنه تكون جاهل بديك الأسباب اللي تتحدد الشخصية والهوية دياله. الإنسان هو مجرد عنصر بحال كل العناصر الأخرى في الطبيعة وتخضع لنفس القوانين اللي تخضع لها باقي الكائنات. بالنسبة لسبينوزا الإرادة الحرة هي مجرد وهم، في الحقيقة ما تكون عندي حتى شي خيار، ديما تتكون واحد السلسلة ديال الأسباب هي اللي تتخليني نقوم بواحد الفعل. كلنا غريزيا تنميلوا باش نعتقدوا أننا أحرار في التصرفات ديالنا، أننا السادة ديال الأفكار والأفعال ديالنا، ولكن سبينوزا توضح أنه ما كينش هدف في الكون وأن الأشياء تتبع واحد ترتيب محدد. كل ما توقع في الكون توقع وفقا لواحد السلسلة من الأسباب والتأثيرات. أما الفيلسوف سارتر فتقول أن الإنسان هو واحد الكائن لا يمكن التأكيد ديال الجوهر دياله، لأن هذا الأمر تتناقض مع الإنسان والقدرة دياله على التحول لما هو غير محدد.
بالنسبة لسارتر ما كاين حتى شي نظام محدد للطبيعة البشرية، تيقول أن كل شخص يكون الجوهر دياله. هذا الفصل اللي دار سارتر بين الوجود ديال الشخص والجوهر دياله تيأدي لواحد المفهوم مختلف للوجود. أولا وجود الكائن في حد ذاته، ديك المجموعة من الأشياء بحال الصخور الأشجار تتكون عندها هاد الخصائص. عدم الإحساس بالحرية والمسؤولية تيكون عندهم واحد الجوهر محدد ثابت وكامل، على عكس هاد الأشياء اللي ما تتكونش واعية. كاين الوجود ديال الكائن من أجل الذات دياله، تيكونوا أحرار مسؤولين على الذات ديالهم وما عندهمش واحد الجوهر ثابت ومستقر. لهذا فسارتر تيأكد أن البشر هم ماشي غير أحرار بل وكذلك محكوم عليهم بالحرية. اللي تيقصد بهذا الشيء هو أن الإنسان عمره ما غادي يقدر يلقى واحد الجوهر محدد خاص به ثابت اللي غادي يسجن راسه فيه. سارتر تعطي التعريف ديال الحرية على أنها الوجود ديال الكائن من أجل الذات دياله اللي تيكون محكوم عليه يكون حر، وهذا الشيء ما تعنيش الحصول على كل ما يريد، وإنما تعني أن الشخص هو بنفسه تحدد الأشياء اللي ترغب فيها. تحديد ديال الكائن في حد ذاته تتم من خلال الجوهر دياله. واحد الشجرة مثلا ما تقدرش تختار المصير ديالها، تتعيش ديما الحياة ديالها وفقا للطبيعة الخاصة ديالها. نقدروا نقولوا هكا أن الشجرة محكومة عليها باش ما تكونش حرة، ولكن الإنسان على حسب سارتر ما عندوش واحد طبيعة اللي هي جوهرية ثابتة، لأنه تمتلك واحد الوعي اللي تنعكس على الذات دياله. سارتر تقول أن الشخص هو ماشي غير حر بل هو الحرية بنفسها. تقول أيضا أننا وحيدين وبدون أعذار، وهذا الشيء اللي تنعني فاش تنقول أن الإنسان محكوم عليه يكون حر. محكوم عليه لأنه ما خلقش نفسه بنفسه وما خلقش الحرية حتى هي بنفسه، ومن اللحظة اللي تتم الرمي ديالو في هذا العالم تولي مسؤول على كل ما تقوم به من أفعال. الحرية بالنسبة لسارتر مفروضة على الإنسان وهي اللي تتعطي معنى الوجود دياله.